السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل المشاهدين الكرام في هذا البث المباشر من عبد الكبير لمدينة طنجة الذي يحتضن اللقاء المؤجل على الجولة السابعة من الدوري الاحترافي اتحاد طنجة في مواجهة أولمبيك خوي بلقاق. قبل التشكيلة ديال الفريقين اتحاد طنجة صاحب الأرض والجمهور سيدخل بالمجموعة التالية: هشام المجد في حراسة المرمى كلاعبين، أنور جيد، يوسف حاجي، كوناتي، المهدي، خلاطي، طارق حساتي، زكريا الهريش، سفيان الشراف، نعمان عرب، أحمد الشنجوف ديال فريق اتحاد طنجة اللي كيغيب عنه كل من كمال الحاج، فوزي عبد المطلب، يوسف الدين، الكونغولي موكوكو، أولمبيك خلقا سيدخل بالمجموعة التالية: أمين الرزين في حراسة المرمى كلاعبين سعد القرو، يوسف الطراوري، نجيب كوبيا، المهدي، زايا، زين الدين دراك خلال خالد الصروخ، حمزة قلعي، مهدي الراكي، إسماعيل الحراش، ورضا الهجوج، رشيد لوستيك ولا كيقود الفريق في الاحتياط، زويل الهاشمي اللي كيغيبوا عنه جوج لاعبين أساسيين: كاسي ماتياس هذا المدافع الإيفواري اللي تطرد في اللقاء أمام المدير الجديد، نفس الشيء ثمان نجيب معتلي كذلك اللي تلقى ورقه حمراء في هذا اللقاء امام المولوديه الجديده اللي انهزم من خلاله اولمبيك خلقه باربعه اهداف مقابل هدف واحد، وكانت هي النقطه التي افاضت الكاس. 11 طرف لاعب طارق اساتي اتجاه لاعب ايوب القعداوي، حاول انه يمرر من جديد طارق اساتي، رفع كره ممتازه، فرصه راسيه وتدخل الحارس امين ارزين، كانت فرصه لفائدة فريق اتحاد طنجة. التمريرة كانت ممتازة في اتجاه لاعب يوسف انور، لاحظوا اللي لعب الكرة ولكن ما كانش عرفوا، ولكن تدخل الدفاع، تدخل المدافع نجيب كوبيا، تمريرة عرضية تعود بجديد طارق اساتي من الجهة اليمنى، طارق اساتي، هذه فرصة، فرصة لفائدة فريق اتحاد طنجة، محاولة تسديد، تسديدة الهدف الاول لفائدة فريق اتحاد طنجة، والموقع العميد نعمان اعراب، نعمان اعراب، تسديدة يعني لا تصد ولا ترد، يعني تعانق شباك الحارس امين عرزين. كنا نقول بانه يعني لا احد تعرض التسديدة ديال نعمان اعراب اللي كانت بكل قوة، فرحة كبيرة ديال الجماهير الطنجاوية بهذا التقدم. لاعب خالد صروخ حمزه قلعي، هذه فرصه، شنتوف، فرصه، 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 ايوب القعداوي، شنو غادي يعمل ايوب القعداوي؟ تبكى وصل الكره، التدخل ديال لاعب شنتوف، استرجعوها من جديد لاعبين ديال الفريق اولمبيك خلقا، عند مهدي الهاكي، ترجع الكره عند لاعب زين الدين الدراك، زين الدين، مهدي الهاكي، فرصه لفائده الفريق اولمبيك خلقا، انطلاقه ديال اسماعيل الحراج، الحراج دخل داخل المعترك، فرصه، محاوله التمرير وتدخل لنعمان عرب، محاوله اتجاه لاعب ايوب القعداوي، الحكم طلب مواصله اللقاء، رضا الهجوج، كره ارضيه، تسديده ولكن مشات جانبا، كره في الجهه اليمنى، محاولة التمرير، فرصة، فرصة، تدخل الحارس هشام المجهد، دائما خطورة، الهاكي، تسديدة، تدخل من جديد الحارس هشام المجهد، ومحاولة إبعاد الكرة من نعمان عرب، أول الفريق الوداد في هذه المسابقة يعني دور المجموعات، فريق الرجاء لم يحقق نتيجة إيجابية وانهزم الميدان أمام الترجي التونسي 2-0، تابعوا المهدي الهاكي، ممتازة، ممتازة هذه الفرصة التمريرة ولكن مشات يعني بعيدة مع شيء على المهاجم إسماعيل الحراج، هذا اللاعب زكريا الهريش، فرصة، فرصة لفائدة فريق اتحاد طنجة، أيوب القعداوي، كان خروج أمين الرزين في المكان والتوقيت المناسبين، انتظر المساندة، يلعب الكرة في الجهة اليسرى عند اللاعب حمزة قلعي، حمزة قلعي العميد، حمزة شنو غادي يعمل؟ كيسدد تسديدة، هذه يحاول يدخل التجربة ديال الفريق الأولمبي، تعود الفرصة، فرصة إسماعيل الحراج كيمرر، تدخل الدفاع كانت فرصة خطيرة، التمريرة فرصة لفائدة فريق اتحاد طنجة، التمريرة في الجهة اليمنى عند اللاعب أيوب القعداوي، هذه فرصة ترفعات كرة ممتازة، تدخل الدفاع مشات كرة عند خالد الصروخ اللي كيحاول اللي يخرج الكرة، يتبطل خالد الصروخ، والحكم كيطلب مواصلة الدفاع، كانت المطالبة بالخطأ في ضربة الجزاء، الحكم كيطلب مواصلة الدفاع، مهدي الهاكي ممتازة في الجهة اليمنى، جاء لاعب مهدي زايا، رفع الكرة، فرصة تدخل الدفاع، مهدي زايا تمريرات يعني العرضية يمتلك الكرة وكذلك انه يلقى الحلول على مستوى الهجوم، تبقى هذه الفرصة من الجهة اليمنى زكريا الهريش، هذه فرصة، فرصة يوسف انور، شنو غادي يعمل؟ رفع الكرة وتدخل المدافع اسود الطراوري، ايوب الخليفي وهذو كيتحدثوا على عناصر تجربة وعناصر خبرة، عمر مجدي اللاعب الفوزي، هذه فرصة، فرصة جديدة، هدف التعادل
يمكن نقول بانه بنفس الشكل وبنفس الطريقه رضا الهجوج يتمكن من وضع الكره في الشباك وبدايه يعني جيده لفريق اولمبيك خريكا الذي باغت الدفاع بل يعني باغت الجميع بعد التسديده القويه وفرحه كبيره. تدخل الحجي كوناتي في خلفه من جديد عند اللاعب حمزه قلعي هذه محاوله تسديده ولكن سديده خالد صبوح تجي فوق المرمى ولكن كتطيح هذه المحاوله اتحاد طنجه فاللاعبين ديال الفريق ليس من حتى فرصه فرصه الشرف هذه الفرصه صالح سعيد صالح سعيد وتدخل المدافع صبوح عوري صعود اللاعبين اللي عندهم قامه طويله تواجد خطرتي الحجي كوناتي رفعات الكره تدخل ممتاز بامين الرزين اتجاه لاعبين سفيان اشرف الساتب الجديد يحاول مره رفعات الكره ولكن سهله في يد الحارس امين عزين الكره في الجهه اليسرى مهدي الحكي مهدي الحكي وصل الكره مهدي الحكي دائما كيلعب تمريره دائريه فرصه والحكم كيمنع خطا لفائده فريق اتحاد طنجه المحاوله من فريق اتحاد طنجه في المرتد الهجومي يقود الان حمزه قرعي حمزه قرعي جاء حمزه قرعي يدخل داخل المعترك فرصه فرصه يعني مرة الكرة أمام لاعب في طوبا خطورة متواصلة لمهدي الهاكي عند رضا الهجوج ودي عمل رضا الهجوج كيسدد والكرة كتمشي فوق مرمى الحارس هشام المجهود كانت محاولة فاضح لم تبقى الكرة في طوبا ممتاز كيلعب الكرة في الجهة اليسرى يعني تغيير الاتجاه ديال الكرة تمريرة في الجهة اليمنى عند اللاعب حمزة قرعي ودي عمل حمزة قرعي فرصة لأولمبيك فريكا حمزة قرعي داخل المعترك تسديدة حمزة قلعي كان بإمكانه أن يوضع الكرة في الشباك ونهاية المباراة بالتعادل الإيجابي هدف لميقي جولة ثانية يعني كانت مفتوحة على كل احتمال كان بإمكان اتحاد طنجة أن يوقع هدف انتصار وكان بإمكان أكيد أولمبيك فريكا من خلال حتى المحاولة الأخيرة أنه يوضع الكرة لعب حمزة قلعة في الشباك بالتالي كانت تهيئ المواجهة بالتعادل الإيجابي هدف لميقي لعب العرب سجل الهدف الأول في الدقة الثالثة عشرة بدء الجولة الأولى والدقة 48 بواسطة اللاعب رضا الهجوج نقطة لكل فريق اكيد في انتظار المواعيد المقبله اشكركم هذه الشفره احييكم القاكم في مناسبه قادمه بحول الله.